هو احنا ليه بنشتم؟ عشان قلالات الادب مثلا، ولا بنموت في الاباحه، ولا في حاجه اعمق من كده؟ وهي ان الشتيمه دي مهمه ومفيده يمكن اكتر من الاكل الاورجانيك، وبتساعدنا نكمل الحياه العجيبه اللي احنا عايشينها دي، وبتهدينا وبتريحنا بدل ما ننفجر او يجيلنا جلطه من اللي بنشوفه حوالينا. عاوز تعرف قد ايه الشتيمه دي مهمه؟ حاول تتخيل حياتك بدون شتيمه، ولسانك كده نضيف على طول، ومفيش حتى تبا لك ولا اذهب الى الجحيم ولا عليك اللعنه ولا الكلام ده كله. تخيل نفسك كده وانت طول الوقت هادي وعمال تبتسم في وش كل الناس زي الفنان عمر الحريري، وعمال تستقبل كل الضغوطات اللي عليك وكل الحاجات اللي بتضايقك وبتسامح. غالبا هتكون النتيجه ان هيجي لك تخلف عقلي وهتموت في طيس، وروحك نفسها وهي بتطلع هتسب لك دين وملة على اللي انت عملته فيها. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ احنا مش محتاجين نشكر في الشتيمة، يعني هي الحقيقة بتتكلم عن نفسها. كفاية انها حاجة موجودة في كل الثقافات واللغات والحضارات ومن زمان جدا، لدرجة اننا ما نقدرش مثلا نعرف مين اول واحد شتم وشتم مين وقال له ايه. وجود الشتيمة في كل اللغات وكل الدول دليل واضح على اهميتها، وان كل الناس محتاجة ليها باختلاف لهجاتهم واماكنهم. ولو رحنا للارقام والاحصائيات هنلاقي ان الشخص العادي بيستخدم في اليوم الواحد حوالي من 80 ل 90 كلمة قبيحة، بنسبة حوالي 7% من مجموع الكلام اليومي. ده الشخص العادي، ما بالك بقى الشخص القبيح اصلا اللي حابب الموضوع يعني، واخد الشتيمه هوايه. تخيل ده بيعمل ايه. النسبه اللي قلناها دي تعتبر نسبه عاليه جدا، يعني كفايه تعرف ان نسبه استخدام الانسان العادي برضو للضمائر زي انا واحنا وهو حوالي 1% من مجموع الكلام اليوم. معنى كده اننا بنستخدم الشتيمه اقل حاجه بسيطه قوي من استخدامنا للضمائر اللي هي اساس الكلام اصلا. يعني لو مثلا انت قاعد بتذاكر ليله الامتحان ومش فاهم اي حاجه، هتلاقي نفسك بتشتم في الماده اللي بتذاكرها وبتسب للملازم والمذكرات، وبعدين هتبدا تلعن في دكتور المادة والمعيدين ولفيف من الأساتذة، وبعدين هتشتم الكلية نفسها، وبالمرة هتقوم شاتم التعليم والوزير بتاعه، وفي الآخر خالص هينوبك من الحب جانب ومش هتحرم نفسك من حفلة الشتيمة دي، وهتبدأ تشتم فيك أنت شخصياً عشان ما ذاكرتش طول السنة وقعد تتمرقع، ولما هتنام هتحلم إنك ما حلتش حاجة والورقة بتتسحب منك، وبتشتم المراقب بتاع اللجنة، رغم إن زي ما سيادتك شفت إنك أحياناً بتشتم أكتر ما بتتنفس، إلا إن من المتعارف عليه إن الشتيمة غلط وعيب وما يصحش نقولها أو نسمعها. حتى القنوات لما بتذيع أفلام أو مسلسلات فيها شتيمة تلاقيهم بيحطوا عليها تيت على اساس ان كده ما يبوظوش اخلاقنا يعني، وفي الصحف او الكتب او المدونات هتلاقيهم بيحطوا شويه رموز كده جنب بعضها عشان تعبر عن ان في كلام قبيح اتقال مش هينفع يتكتب، مع انهم لو كتبوها يبقى احسن والله، على الاقل هي كلمه واحده اللي هنقراها. انما لما بيحطوا رموز بيسيبونا بقى نتخيل كل انواع السب والشتايم واللعن والاهانات مكان الرموز دي، وكلها تعدي على دماغنا. زي ما قلنا، رغم انتشار الشتيمه في كلامنا طول الوقت، الا ان معروف انها حاجه غلط وعيب، واحنا كمصريين لاننا شعب متسامح بطبعه اضفنا بعد جديد الموضوع، وهو ان الشتيمه ما بتلزقش وانها بتلف تلف وترجع لصاحبها. وفي كمان بعد تاني، وهو اني اظن اننا الشعب الوحيد في العالم اللي بيشتم بالاصوات مش بالكلام. انما علميا بقى، تعريف الشتيمه هو اننا بنستخدم اللغه عشان نضايق بها حد ونخليه يحس احساس مش مريح ومش لطيف. يعني مثلا في نوع من الشتايم بنستخدم فيها الحاجات اللي مش لطيفه اللي بتخرج من جسم الانسان، افرازات جسم الانسان بس مش من بقه، يعني زي البيبي مثلا. تبقى بتلعب مع صاحبك كوره وتقول له انت لعبك زي البيبي، او مش عاجبك الملوخيه اللي مراتك عاملاها فتقول لها طعمها زي البيبي، ده لو قدرت تقولها كده يعني. اللي بيحصل بقى ان اللي انت شتمته بيربط بين ادائه او الحاجه اللي عملها وبين اللفظ اللي انت قلته، وبيبدا يتخيل الصوره فيتضايق ويقرف، وتبدا المدام تتخيل الملوخيه على انها بيبي فعلا وتشم ريحته بدل ريحه التقليه فتقرف منها وتقوم ترجعها، وبكده يبقى انت حققت هدفك. الشتايم اللي ماليه الدنيا دي احنا ممكن نفرزها ونفكها من بعضها ونقسمها لخمس انواع. عندك شتيمه ليها علاقه بالدين والعقيده، دي مش هنقدر نتكلم فيها بالتفصيل عشان الفتنه الطائفيه وكده. وعندنا شتيمه معتمده على اللي خارج من الجسم زي البول والبراز وخلافه، وعندنا شتيمه معتمده على الدعاء، ودي مشهوره عندنا في مصر لاننا شعب متدين بطبعه وبنحب ندعي على بعض، على حد مزعلك، على مديرك، على الاكس، واحيانا ابوك وامك لما بيشتموك بيستخدموا النوع ده. بس طبعا اوعى يفوتك ان امك بتدعي عليك بس تكره اللي يقول امين. عندك مثلا ربنا يشويك في نار جهنم، الهي يا رب اتوبيس بدورين يعدي عليك رايح جاي، ربنا يبتليك بمصيبه جاتك داق الميه لما تتدقر من تحت منك، الهي تنقطع شهوتك، والحاجات اللطيفه اللي كلها حميميه واسريه دي. وفي كمان نوع من الشتايم بيعتمد على الالفاظ الجنسيه، ودي طبعا مش هنقدر نقول امثله عليها عشان عيب يعني. وفي الشتايم العنصريه اللي بتعتمد على الاهانه بلون الجلد مثلا، او ان اللي بيشتمك ينقلك بشتمته لمجموعه مخلوقات تانية
تانية غير المجموعة اللي انت واقف فيها. يعني تبقى بني ادم كده مال وهدومك وهو ينقلك لمجموعة الحيوانات ويقول لك يا بهيم مثلا. وفي شتيمة مستحدثة بسبب الايام السوداء اللي احنا بقينا فيها، وهي ان حد يشتم حد يقول له انت بلحة مثلا يعني. وزي ما الفنانات بتوعنا بيقولوا لنا ان في بوس في سياق الدراما وبوس تاني في سياق قلة الادب، فالشتيمة برضو كده. احيانا الكلمة الواحدة بيبقى ليها الفاظ كتير بتعبر عن معناها في سياقات مختلفة غير الشتيمة. يعني لو رجعنا تاني للبيبي مثلا، هنلاقيه بيستخدم تحت اسم سماد عضوي لو احنا واقفين في الغيط جنب مكانة المية، واللفظ ده ما بيستخدمش كإهانة للأرض مثلا أو المحصول، وممكن نستخدم نفس المعنى بلفظ تاني في المستشفيات والمعامل لما الدكتور يطلب منك تحليل براز عشان يعرف عندك ديدان ولا لأ، وممكن نستخدم نفس المعنى تالت بلفظ علمي وهو مخلفات بشرية، ودي لما العالم من دول يبقى ماشي في صحراء ويلاقيها فيتأكد إن كان في حياة بشرية لواحد محصور واتزنق في المنطقة دي. إنما بقى لما بنحب نشتم بالكلمة دي بنستخدم اللفظ الشعبي المقرف اللي فيه حدة. ما أكيد أنا مش هاجي أشتم واحد أقول له أنت مخلفات بشرية، أنا كده مش بشتمه، أنا كده مذيع في ناشونال جيوغرافيك. إنما لما أشتمه لازم تبقى الشتيمة بلفظ حاد ومهين عشان الرسالة السامية اللي أنا عاوز أوصلها له توصل، وهي إن أنا بهزأك على فكرة وهتفسر كلامي بأي طريقة تانية. ليه بقى إحنا ممكن نلجأ لإننا نوصل الرسالة دي لحد؟ في أسباب كتير طبعًا ومعروفة بتخليك تلجأ للشتيمة، زي الغضب من شخص ضايقك أو حد أنت مش قادر تنتقم منه، فما بيبقاش قدامك إلا إن أنت تشتمه عشان تنفس عن اللي جواك من ناحيته على الأقل. وفي أحيان تانية بيبقى الهدف من الشتيمة إنك توقف اللي قدامك عند حده أو تحذره إنه لو استمر مش هيحصل له طيب، وإن الشتيمة دي مجرد إنذار قبل ما تتهور وتقطع له وشه، وأنت بتبقى غالبًا الشتيمة دي آخرك يعني ومش هتعرف تعمل حاجة بعدها. بس هي طريقة لاستعراض القوة، يعني يمكن يقلق من ألفاظك وحدتك يعني، يقول الجدع ده باين عليه صايع ومقطع البطاقة ويخلع ويوفر عليك مجهودك إنك تضربه أو إنك تتضرب منه يعني، وتصرف فلوسك بقى على القطن والميكروكروم والمستشفيات. أنا قلت لك قبل كده لما بضحك بزعل، أنا خاف منك يا قط، أنت مجنون ولا إيه؟ مجنون؟ شكلك كده بتسمي على روحك. الطريقه دي بتستخدمها كتير من البنات اللي بتتعرض للتحرش، اللي هم كل البنات في مصر يعني. دايما لما المتحرش بيبدا بالكلام بيبقى الرد عليه في الاول بالحسنى، وانا زي اختك وخلي عندك دم، بس لما بيتمادى بيبدا الصوت يعلى والالفاظ تبقى اقوى ويتشتم هو واهله ويتلم عليه الناس فيقلق ويمشي. اي نعم احنا الناس عندنا دلوقتي بتتلم عشان تتفرج بس مش عشان تضرب المتحرش يعني، بس على الاقل الالفاظ والصوت العالي بيدوله انطباع ان البنت ممكن تتمادى في الرد عليه وانها مش هتسكت وهتنزل الشبشب على دماغه، فبيرتجع ويروح بهدوء يشوف واحده ثانيه يتحرش بيها عادي. الشكل ده من استخدام الشتايم بيوصفوا العلماء انه صورة بدائية او حيوانية من الكلام البشري، بمعنى ان الحيوانات مشهورة جدا انها بتلجأ لاستخدام صوتها الهادر في حالة الشعور بالتهديد عشان تخوف اللي جاي يهاجمها، يمكن يرجع ويبقى وفر عليها مجهود العركة والاشتباك معاه. انت عارف الدنيا برد والحيوانات بتبقى عريانة اصلا ومش حمل انها تتحرك في التلج ده. ايدك ما تمدش انت ايدك. بقولك ما تمدش ايدك. بقولك ما تمدش انت ايدك. طيب يعني انا كراجل بيحوش منظري ايه بقى في الشارع؟ ده بالنسبة لاستخدام الشتايم كسلاح للتخويف والدفاع عن النفس. بس الشتايم لها استخدامات تانية كتير، زي انها بتقوم بدور المسكن والمهدئ لأعصابك وبتخليك تستحمل اللي بيحصل لك اكتر. يعني مديرك يخصم لك تقوم شاتمه شتمتين كده في سرك من اللي بالاب والام دول، فتحس كده انك ارتحت وديته بالفلوس اللي خصمها شتمتين وبقيتوا خالصين. وزي ما تكون موحول في تاسك او حاجة صعبة بتعملها فتقوم شاتمها فتهدى كده وكمل شغل وانت حاسس انك انتقمت منها. الاخوة العلماء عملوا تجربة في الموضوع ده وجابوا مجموعتين من الناس وخلوا كل شخص في المجموعتين يحط ايده في جردل كله تلج في عز الشتاء. الاشخاص اللي في المجموعه الاولى سمحوا لهم ان هم يستخدموا شتايم والفاظ ابيحه يختاروها بنفسهم وهم حاطين ايدهم في التلج. المجموعه الثانيه بقى دول ولاد الناس الكويسين اللي هيحطوا ايديهم في التلج من غير ما ينطقوا ولا يشتكوا ولا يقولوا حتى بم. كانت النتيجه ان المجموعه اللي شتمت قدروا يستحملوا وجود ايديهم في التلج ضعف المده اللي استحملها اللي ما بيشتموش، وده معناه ان الشتايم زي الكتافاست كده بتسكن النفر مننا وتخليه يستحمل الالم. في نفس الوقت العلماء برضو لقوا ان المجموعه اللي بتشتم دي لما بتكرر التجربة مع الشتيمة كذا مرة قدرتهم على الاحتمال بتقل، زي ما يكون جسمهم خلاص خد على المسكن فتأثيره بيقل. يعني تحس اننا بنتكلم عن منهج تانية صيدلة مش على الشتيمة. والله في نقطة تانية مهمة جدا في موضوع الشتيمة ده، موضوع طلع عميق مش كده؟ النقطة دي هي ان الابحاث واستطلاعات الرأي اثبتت ان الاشخاص اللي بيشتموا وبيصرحوا ان هم بيشتموا وبيستخدموا الشتايم دي في حساباتهم على فيسبوك وتويتر مثلا بيبقوا صادقين اكتر من الناس اللي ما بتشتمش، ومتابعينهم بيميلوا لتصديقهم كمان اكتر من اللي ما بيشتموش، بيحسوا ان ليهم مصداقية اعلى. ويمكن يكون السبب ورا ده ان الناس بتشوف ان الشخص اللي بيصرح بالشتيمه واستخدامه ليها هو شخص واضح وصريح، ما بيحاولش يرسم لنفسه صوره محترمه او ملتزمه او يخبي حقيقته قدام الناس، وبالتالي الناس بتميل لتصديقه اكتر. نفس الكلام بالنسبه للسياسه، الناس بتتكيف قوي وبتصدق الزعماء السياسيين اللي بيستخدموا الفاظ وشتايم في خطبهم على اساس انه كده بيشيلوا الحواجز اللي بينه وبين
الجمهور وبيبقى فيه ألفة ما بينهم كده، وكأن الناس بقى قاعدين على المصطبة وياه، وعشان كده احنا اخترناه، وهاتك يا ردح في العالم الدولي والبلاد المعادية، وهنرمي البلد دي في البحر، والرئيس الفلاني هنفشخه، والناس تنبهر تقول لك ايه ده انت ازاي وطني كده. احيانا الشتيمه بتستخدم كمان للتعبير عن الاعجاب. كلنا بنشوف مثلا في ماتشات الكوره لما حد يعجب بلاعيب فيقول لك الواد ده ابن حرام، هو هنا مبسوط منه عادي ما بيشككش في اساسه ولا حاجه لا سمح الله يعني. وبتستخدم كمان كنوع من التعبير عن الالفه والحميميه بين الناس، يعني ممكن تلاقي شله صحاب كلهم بيشتموا في بعض عادي في اي قعده، وما يسمحوش لاي حد جديد ينضم للشله انه يشتم معاهم، ولما يسمحوا لك انك تشتمهم فده معناه ان مبروك انت بقيت واحد مننا، وقشطه ظفر لسانك بقى واشتم براحتك يا معلم. ده غير ان الشتايم بتستخدم كتير كنوع من التحميس، زي في الجيم مثلا لما الكابتن بيشتمك واحيانا بيضربك واحيانا بيغتصبك عشان يشجعك تشيل وزن زياده وعروق عضلاتك تفرتك الترنج. ولان الشتيمه دي حاجه انترناشونال يعني وعالميه، فلازم نعرف انها بتختلف من بلد لبلد ومن لغه للغه. يعني مثلا في ثقافتنا لما تقول واحد يا كلب ده معناه انه لا مؤاخذه نجس او بيهوهو عند بيته او اي حاجه من المعاني النبيله الرائعه المهينه دي. انما لما في اوروبا مثلا تقول لحد يا كلب فدي معناها انك بتمدحه وبتقول عليه ان هو وفي مش بتشتمه. نفس الموضوع في مجتمعنا الشرقي المحافظ الرائع، لما تقول لواحده مضايقاك يا بتاعت فلان فده معناه فضيحه بجلاجل، انما بره لما تعملها انت كده بتناديها عادي يعني، لان موضوع البوي فريند ده عندهم عادي يعني مش مشكله. يمكن الموضوع يبان تافه لناس كتير، وشتيمه ايه اللي عمال تتكلم عنها وايه الناس بره بيعملوا عليها تجارب وابحاث، بس الحقيقه اننا لو بصينا للمجتمع اللي حوالينا وكم الشتايم والالفاظ اللي بتتقال قدامنا طول الوقت وبشكل بقى اكتر وضوح وحده وكثافه في الوقت الحالي عن اي وقت فات، رغم ان الكلام ده كان بيعتبر غلط وعيب يعني، المفروض ان ده بيقل مع تطور الثقافات والمجتمعات مش بيزيد. لكن مع ذلك اللي بيحصل هو العكس، الموضوع بينتشر في الشارع والتلفزيون والسوشيال ميديا بشكل ملفت، وكل يوم الناس بقت بتخترع شتايم جديده. هل سبب ده حاله الميوعة الاخلاقيه اللي بيعيشها المجتمع، غياب الحدود ما بين ايه اللي صح وايه اللي ما يصحش، ولا السبب هو الضغوط الكبيره اللي بيتعرض لها الناس طول الوقت في حياتهم الاقتصاديه والسياسيه وفي شغلهم وفي المواصلات، ضغوط كبيره جدا بيضطروا يواجهوها بالشتيمه عشان تنفس عن حاله الغضب والسخط اللي جواهم بدل ما يكتموا في نفسهم وينفجروا. كل دي ممكن تكون اسباب، بس الاكيد ان الشتيمه اللي كانت هي الاستثناء والحاجة الغريبة زمان بقت هي القاعدة دلوقتي في المجتمع، واللي ما يستخدمهاش بقى هو الغريب والاستثناء والكل بيستغربه. نقطة تانية مهمة حابب أكد عليها، وهي إمتى الأباحة ما تبقاش أباحة؟ لما تبقى بتسمي الأمور بمسمياتها، يعني لما يكون واحد معرض فأنت تقول عليه معرض، دي مش اباحه، انت بتقول الحقيقه. الاباحه الحقيقيه هي انك بدل ما تقول عليه معرض تعمل لي فيها مؤدب وتقول عليه مطبلاتي مثلا، ده مش ادب، دي اسمها علويه. وقبل ما اسيبكم خلونا احكي لكم حكايه. طب لما راجل سوي زي شطنوفي ورور يجي البلد برجالته ويترازل على اللي رايح واللي جاي ويثبت الخلق في الليالي ويسرق الطيور من العشش، نعمل معاه ايه؟ الكل قال لازم نواجهه، بس نواجهه ازاي؟ ده راجل مفتري. والحاج بسيون يبص لاهل البيت ويقول بقى انتوا رجاله انتوا، ده انا لو كنت في شبابي ما كنتش سكت على اللي بيعمله شطنوفي، وكنت هروح على اكبر مدفع، ولسه هيكمل نلاقي شطنوفي داخل علينا ويقول له تروح على اكبر مدفع وتعمل ايه؟ قوم بسيون يتلجلج ويقول واقعد عليه يا سيد الناس. والواد عليه وابو البنا يقول يا اهل البلد مفيش احسن من الاحترام، احنا نطرد شطنوفي بالذوق. طب ازاي؟ قال احنا ناكل بصل للنهار، قوم كل ما شطنوفي يروح حته يشمنا يقرف ويتضايق ويغور في داهيه، ونعمل زي ما ابو البنا قال، بس لما شطنوفي يدخل علينا ويشم ريحتنا ما يقرفش، يقول يا اولاد اللذينه فتحتوا نفسي على طبق فول وبصل اخضر وقرصين عجه، يلا كل واحد يطلع اللي في جيبه وهاتوا لي فطار. وابو البنا يقول بلاش دي، احنا نروح نفك حصرنا عند بيته فيقرف ويتعكن ويسيب البلد ويروح على دار تانية، ونروح على داره نلاقي شطنوفي نفسه بيفك حصره جنب الحيط ويقول انا مرتاحش الا كده، ماليش انا في شغل الحمامات ده. وابو البنا يقول بلاش دي، احنا نخلي النسوان تخبط بغطيان الحلل في نص الليل وما يعرفش ينام بالدوشه ويصدع ويسيب البلد، ونعمل زي ما قال، وشخير الشطنوفي يغطي على صوت الحلل. ابو البنا يقول بقى ما فيش غير حل واحد، طالما مش قادرين عليه ولا عارفين نمشيه احنا نفضل ندعي عليه، واذا شطنوفي عمل اي حاجه في اي نفر يفضل النفر ده يشتم في شطنوفي وينعل سنسفيله في سره لجل ما يهدى كده ويرتاح ودمه ما يفرش ويرد عليه. الا ده راجل ظالم ومفتري ونابه ازرق، وبقينا ليل نهار شطنوفي يقلبنا ويسرقنا ويحط ايده في جيوبنا عيني عينك واحنا نبتسم في وشه، بس في سرنا بنشتمه عشان نهدى ونرتاح ونعرف نشتغل ونجيب فلوس لجل ما شطنوفي يسرقها، واحنا بنشتمه برضه، وبقى هو ينهب واحنا نشتم، وحاسين اننا كده خالصين ومحدش له عند التاني حاجه. ونشوفكم على خير ان شاء الله.